فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. من دعا باهدنا الصراط؟ اول من دعا باهدنا الصراط المستقيم النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح؟ اذن الهدايه مطلوبه لكل احد، سواء كان على الطريق المستقيم او على غير الطريق المستقيم. نعم، ما معنى قول اهدنا؟ اي يا رب علمني ووفقني، اهدني وسددني، اهدني يعني دلني على الطريق ووفقني إلى سلوكه. إذن تطلب أي هداية؟ هداية التعليم، يعلمك الله سبحانه، يفقهك في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق. لأن لو تطلب هداية العلم فقط دون العمل، أنت من اليهود، من المغضوب عليهم. ولو تطلب العمل دون العلم، أنت تريد أن تكون كالنصارى، تعمل بلا علم. ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب، لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليهم، تعلموا ولم يعملوا اليهود، أو عملوا بلا علم النصارى. لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، ستفترق أمة إلى 73 فرقة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، أريد الطريق المستقيم، طريق من؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.